في اليوم الثاني من شهر مايو عام 2009 توجهت أنظار العالم إلى مدينة لاس فيغاس الأمريكية، حيث نقلت العديد من القنوات التلفزيونية النزال الذي جمع كلا من الملاكمين ريكي هاتون وماني باكياو. كان ذلك النزال مهما للغاية، كان نزالا بين رجلين يحملان الكثير من الألقاب، لكن ما حدث في الجولة الثانية لم يكن متوقعا. في الجولة الثانية فاز الملاكم الفلبيني بالضربة القاضية بعد أن وجه لكمة قوية إلى فك منافسه البريطاني. وهناك بدأ مشجعو هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم يتساءلون، ما الذي يميز تلك المنطقة حتى يتسبب لكمها بسقوط الخصم؟ ذلك ما سنشرحه في هذه الحلقة، لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ يرى بعض المتابعين أن هناك بعض المستقبلات الحسية في تلك المنطقة والتي يؤدي لكمها إلى فقدان الوعي، في حين يرى آخرون أن الملاكم البريطاني لم يكن في كامل لياقته في ذلك اليوم. أما الرأي الثالث فيقول بأن السبب هو قوة لكمة الملاكم الفلبيني ولا علاقة لتلك المنطقة بما حدث. الآن سنحاول معرفة الحقيقة. جميع الملاكمين وممارسي الرياضات القتالية يعرفون أن اللكم على منطقة الذقن يمكن أن يسقط الخصم ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي حتى وإن لم تكن الضربة قوية للغاية. ذلك يعني أن قوة اللكمة ليست سبباً في سقوط الملاكم البريطاني. فما الذي حدث بالتحديد؟ جميعنا نعرف العالم أرخميدس الذي قال إنه من الممكن قلب الكرة الأرضية عند معرفة نقطة الارتكاز المناسبة. العثور على نقطة الارتكاز والاعتماد على ذراع رفع طويلة يجعلان رفع الأشياء الضخمة أسهل بكثير، وكلما زاد طول الذراع كلما قل الجهد المبذول. الحقيقة هي أن الدماغ يقع في الجزء العلوي من الجمجمة، أما الذقن فهو في الجزء السفلي، أي أن ضرب الذقن يمكنه أن يضعف تأثير تلك الضربة على الدماغ. لكمة قوية على الفك السفلي تؤدي إلى هز الجمجمة، مما يسبب تمدد السحايا. بعد ذلك يتحرك الدماغ داخل الجمجمة، ويمكن أن يتصادم مع هيكلها من الداخل. كما أن لكم الذقن يؤدي إلى اهتزاز مؤخرة الرأس، وتحديداً منطقة اتصال الرأس بالرقبة، حيث يوجد مركز التحكم الرئيسي المسؤول عن الحركة والتوازن، وهي المنطقة التي يتصل فيها جذع الدماغ مع المخيخ. ذلك ليس كل شيء. الفك السفلي متواجد بالقرب من الأذن، والأذن الداخلية كما هو معروف مسؤولة أيضاً عن توازن الجسم، أي أن تلك اللكمة على الذقن ستؤدي لضرر على مستوى أهم المراكز العصبية المسؤولة على التوازن. يعتقد الكثير من الملاكمين المحترفين أن الفك السفلي هو نقطة ضعف أي خصم. إذا رسمنا خطاً مستقيماً من تلك المنطقة أسفل الذقن، سنجد أنها تقود مباشرة للمنطقة المسؤولة عن التوازن في جذع الدماغ. لكن في بعض الأحيان، يكون على الملاكم توجيه العديد من اللكمات لتلك المنطقة لإسقاط خصمه. في أحد النزالات قام المقاتل المختص في الفنون القتالية المختلطة كوينتون جاكسون بتوجيه ضربات سريعة ومتتالية لذقن خصمه البرازيلي أندرسون سيلفا. ذلك أسقط الملاكم البرازيلي أرضاً، حيث فقد وعيه لمدة دقيقتين كاملتين. لكن بغض النظر عن الضرر الذي تتسبب فيه ضربة على مستوى الذقن، فإن جراح الأعصاب الروسي ديمتري لوتشينيكوف يرى أنها الضربة القاضية الأكثر أماناً، حيث إن ضربات أخرى يمكنها أن تسقط الخصم، لكنها يمكن أن تكون مميتة أيضاً. فلقد سجل تاريخ الملاكمة العديد من حالات الوفاة بسبب ضربات قوية على الرأس مباشرة، مما أدى إلى نزيف حاد في الدماغ. ذلك ما أكده الأطباء عدة مرات من خلال المؤتمرات التي يعقدها مجلس الملاكمة العالمي بمشاركة مختصين في جراحة المخ والأعصاب أيضاً، حيث اعترف العديد منهم أن الملاكمة رياضة خطيرة ويمكن لجولاتها أن تنتهي بنهاية مأساوية. أحد أهم العوامل التي تتحكم في مستوى الخطورة هو اختيار المعدات المناسبة. يرى بعض الملاكمين بأن اختيار قفازات آمنة يجعل الضربات غير مؤلمة،
لكن الضربة القاضية التي يتم توجيهها إلى الذقن لا تسقط الخصم بسبب الألم، بل إنها تسقطه بسبب الصدمة التي يتعرض لها الدماغ داخل الجمجمة. فحتى إذا كانت القفازات غير ملائمة، فإن الضربة تسبب موجة حادة تمر عبر النهايات العصبية للدماغ وتسبب غالباً الإغماء. لذلك يرى الملاكمون أن تلقي مجموعة من اللكمات على مستوى مناطق مختلفة من الرأس أفضل بكثير من تلقي لكمة واحدة أسفل الذقن. الآن يجب الانتباه لهذا السؤال: هل يمكن أن يقاوم الملاكم لكمة أسفل الذقن؟ هناك مصطلح متداول في وسط الملاكمة، وهو مصطلح الذقن الكريستالية. يتم استعمال هذا المصطلح لوصف أولئك الملاكمين الذين يجيدون التعامل مع لكمات الذقن، حيث يرى البعض أن التعامل معها يحتاج إلى تدريب، في حين يرى آخرون أن ذلك مرتبط بالحالة الفيزيولوجية للملاكم. على سبيل المثال، يقول الملاكم المكسيكي ساول ألفاريز بأنه يقوم دائماً بتدريب فكه السفلي عن طريق رفع منشفة تحتوي على بعض الأثقال بواسطة فمه. ذلك يساعد على تقوية رقبته أيضاً، مما يجعله قادراً على مقاومة اللكمات التي يتلقاها على ذقنه. أما ديمتري لوتشينكوف فيرى أن الأمر مرتبط بالأعضاء الحيوية داخل الجسم، وهي ميزة فيزيولوجية، أي أن الاهتمام بقدرة الجسم على التوازن أثناء التدريب ستجعل الملاكم يصمد عند تلقيه لكمة على ذقنه. يتم ذلك بتدريب خاص يتمثل في أن يرفع الملاكم أصابعه إلى الأعلى ويدور حول نفسه في وسط الحلبة لمدة دقيقتين، ثم يبدأ في الملاكمة بعد ذلك. هذا التمرين يجعل الدماغ معتاداً على الملاكمة في حالة فقدان التوازن، لكن الاهتمام بهذا الجانب يجب أن يبدأ في سن مبكرة، ويمكن أيضاً أن يتم عن طريق ممارسة الرياضات التي تتميز بحركية أكبر مثل الجمباز والحركات البهلوانية المختلفة التي تجعل الدماغ قادراً على الحفاظ على توازن الجسم في ظروف مختلفة. قد يبدو جسم الملاكم قوياً للغاية، وأول ما نعتقده هو أنه من المستحيل إسقاطه، خاصة مع كل تلك العضلات المفتولة. لكن ضربة واحدة في المكان الصحيح حتى وإن لم تكن في غاية القوة يمكنها إسقاط أي شخص. ويرى بعض الملاكمين أن تضخيم عضلات الرقبة والفك يمكن أن ينقذهم من الضربة القاضية في تلك المنطقة، لكن ذلك غير صحيح. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث مع الملاكم ميلفين مانهوف صاحب العضلات المفتولة، لكن عضلات رقبته وعضلات فكه أيضاً لم تساعده على النجاة من ضربة تلقاها على مستوى الذقن في أحد النزالات. ذلك جعله يفقد توازنه وأغمي عليه بعدها مباشرة. لذلك ينصح العديد من المدربين اليوم بالاهتمام أكثر بتمارين التوازن التي يمكنها أن تساعد الجسم على البقاء واقفاً بعد التعرض إلى ضربة تفقده توازنه. فعند تلقي ضربة على الذقن ستكون تمارين التوازن مفيدة أكثر من تمارين العضلات. على كل حال، فإن العلماء ما زالوا يجرون العديد من الدراسات على تأثير ضربات الفك السفلي على الدماغ، وأفضل ما يمكن أن يفعله الملاكمون في الحلبة هو إبقاء اليدين بالقرب من الذقن لحمايته. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟